طيب احنا خصنا نتعاونوا في الخير، خصنا نتعاونوا في الخير. الحمد لله انت قلت لي انك اسلمت ياك وتبت الله عز وجل واعلنت التوبه ديالك والاسلام ديالك، الحمد لله يا رب العالمين، هذا خير كثير ياك. خاطر باش غادي يكتمل هذه التوبه والاسلام وهذا الايمان واش خصنا؟ خصك تبرها لي مفهوم، باش غتبرها لي انك تعاون معايا في الخير، غادي تدلني على اماكن السحر، هذا هو المطلوب مفهوم. وانا باغي لك الخير اولا قبل من هذا الشيء كامل، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، حنا نتعاونوا في الخير. تعاونوا في الخير. هاد البنت هادي مشحال عندها من سحر؟ زيد كرسيك هنا مزيان. يا رب. شحال؟ سحر مدفون. عندها سحر مدفون. اصبر. فين؟ في القبر. اين قبر واين مدينه واين مقبر؟ هنا في وجده. فين من مقبر؟ في وجده. زيد هنايا في وجده. كي سميت المقبره؟ خصك فين؟ بعيده على وجده. حنا في وجده، ما انا بلاصه في وجده. بحال غادي سيدي عبد الله. سيدي عبد الله كيف زعما؟ سيدي عبد الله سيدي عبد الله. مجيت قبه سيدهم عبد الله. السحر موجود في الكف. والاسم ديال المقبره؟ اعطيني سميه المقبره. الاسم ديال المقبره. خصك تعطيني الاسم ديال المقبره. دابا ما يمكنش انه يجيني موكل بسحر ما عرفش السحر فين كاين. انا خدام تاني. واو دابا انت خصك تدلني على مكان السحر بالضبط باش حنا نحيدوه وتنتهي هاد القصه هادي. مقبره. اين مقبره؟ دابا المقبره راه عطل، المقبره موجودين في وجده. قلت لي المقبره جايه من زيت سيدي عبد الله. فين جات؟ فين جات هاد البلاصه مجيت سيدي عبد الله؟ انا طريق انا مشينا لها. فين هاد المقبره هادي؟ عارفها الاخ؟ عارفها مزيان؟ عارفها بالضبط؟ مشينا تاليها وحفرتو في داك القبر؟ ما حفرناش، غير مشيتو ورجعتو. مشينا ورجعنا. يعني علاش ما خدشتوش؟ قال لك راه في الميت. راه في الميت، دايرينو في الميت. الكفن. في الكفن ديال الميت، يعني يعني مع الميت كي مات. الله المستعان. خكاين الحل. دابا انت عارف القبر، تقدر دينا للقبر توقفنا عليه. خير ان شاء الله صافي. كاين الحل. يوفقنا للخير. زيد هذا السحر الاول اللي كاين مدفون مع الميت. زيد كمل. باقي سحر اخر. واش اي والله كمل، خلينا هاد القصة هذه بإذن الله تنتهي. يلا كاين أسحار أخرى من غير هاد السحر هذا؟ واش كاين أسحار من غير هاد السحر؟ مرشوشة؟ واش؟ هضر بفمك وبسم الله. بسم الله. وهضر فين؟ بسم الله. بسم الله. بسم الله. ربي غادي يوفقك ان شاء الله غادي تتكلم. بسم الله. ما مخليكش تهضر. وما مخليكش تهضر، وانت توكل على الله عز وجل وبسم الله وهضر. بخور. بخور. بخور مشموم. مش داروا لها شماتو؟ بخور. بخور خصنا نعرفوا بخور كي داير هاد بخور. بخور مدفونين، بخور مشمومين، بخور واش كتبون كتب يعني دابا هذا سحر محروق، هذا السحر محروق بالطلاسم والرموز والبخور حرقوه.
البخور والطلاسم. كنا لقينا واحد جد داك سيدي عبد الله كان مربوع معقود. معقود ديالها بعدا هي قالت الاولى ديالها. هاد السحر هذا اللي محروق هي اللي حرقاته. السحرة لا اللي مشى دير السحر هي اللي حرقاته. دابا السحر عطاه لها قال لها حرقيه مزيان. دابا هي كي حرقاته. دابا اللي مشى طلبت الساحر باش يقضي لها الغلط عطاه لها هاد المسائل وحرقته. فهمت المقصود؟ مفهوم؟ فهمت؟ خير ان شاء الله تعالى. دابا هاد السحر المحروق اللي في البخور ومحروق زواج اولاد واش شماتو ولا غير محروق؟ بعيد عليها بعيد عليها. خير ان شاء الله اكتفي بهذا القدر. نبداو بالاساس اللي هو الاول. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك. من جميع الذنوب والخطايا اتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا. اللهم اهدنا للحق واجعلنا للحق هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا الله وما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربي ما كان من صواب فمنك وحدك. ربي ما كان من خطا او سهو او زنا او نسيان فلنسلم الشيطان. اللهم رسولنا وبراء الله اعلى واعلم.